أوصيكم بهذا الدعاء، والله هذا الدعاء كنز، كنز بمعنى الكلمة. لو تقدر تحفظه احفظه، أو اكتبه في ورقة أو في الجوال، أو حطه في حتى لو في مكان قدام عينك كذا عشان ما تنساه، قوله في أذكار الصباح والمساء، في سجودك. أهم شيء أنك تحافظ على هذا الدعاء، لأنه الإنسان في هذه الدنيا معرض لأمراض، معرض لابتلاءات، معرض لفتن، معرض لأذية، معرض لعين، معرض لحسد، معرض لمس، معرض لسحر، فما تدري ايش يصير. أهم شيء أنك تحافظ على هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي جاءته الشياطين، يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءته الشياطين من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، يعني حاصره، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. فنزل جبريل فقال يا محمد قل، قال ما أقول، قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة.